What is the force on an electron that has a velocity equal to مديني السرعة في الـ I والـ J when it is in a region with a magnetic field by ومديني الـ magnetic field في الـ 3 axis. يعني تطبيق مباشر للقانون، عندنا الـ F هتساوي الـ Q في الـ V كروس الـ B. الإلكترون ماينس 1.6 في 10 أس سالب 19، والكروس برودكت أهو I J K. نكتب المركبات، السرعة 2 × 10^6 ماينس 3 × 10^6 ومفيش K، 0.6 minus 0.4 plus minus plus وهنا في minus فيساوي ال I plus هضرب ده في ده فده في ده plus وهنا في minus يبقى كله minus. نضرب بقى قيم 1.16 سالب 19 في 1.2 × 10^6 1.2 إيه؟ لأ صح، 3 × 0.4 يبقى 1.2 × 10^6 مظبوط. 1.3 × 4 = 12 مظبوط كده، 2 − -3 1.6 × 10^-19 في 3 × 0.4 ماينس 1.92 في 10 أس سالب 13 اي. طب الجي ناقص، هنا في ناقص وهنا ناقص، هضرب ده في ده ناقص صفر وده في ده بس. طب يبقى عندي ناقص وناقص وناقص، يبقى في النهاية برضو ماينس. هضرب 1.6 × 10^-19 ضرب 2 × 10^6 في 0.4 ماينس 1.28 في 10 سالب 13 ان، أو نقول جي وفي الآخر نكتب ان بره. الكي هنا ناقص ده بلس، بلس ماينس ماينس يعني بلس، فكله بلس هنا مع بلس مع ماينس يبقى ماينس. 1.6 × 10^-19 ضرب نفتح قوس 1.2 × 10^6 زائد 2.4 × 10^6 4.032 في 10 سالب 13 كي، كل ده نيوتن. A straight stiff horizontal 25 cm long wire that has a mass of 50 gram is connected to a source of EMF by light flexible leads. A magnetic field 1.33 tesla is horizontal and perpendicular to the wire. Find the current. يبقى عايز ال I necessary to float the wire، يعني خليه في الهواء يعني ما يقعش. That is when the wire is released from rest it remains at rest. الواير اهو في تيار عايزين نعرفه وليه وزن لتحت، ال ام جي بتساوي 50 جرام في 9.8، عايزين فرصة تعادله كده بحيث تعادل الوزن ويفضل فلوتنج. يبقى معنى كده لو التيار كده لازم البي يكون هناك عشان الفورس يبقى لفوق، فادي البي اهي يبقى العمودية عليه قيمتها 1.33 تسلا. عايزين نعرف قيمة الاي، الاف بتساوي الاي
ال L كروس ال B. الزاوية بينهم 90 درجة بين ال L وال B، يبقى الساين يبقى ال F اللي هي، نحسب دي الأول، 0.05 9.8 0.49. ال I مجهولة، ال L 0.05، ال B 1.3، وادي الساين 90 درجة اللي هتبقى بواحد. محتاج اقسم الرقم ده على 0.05 و 1.3. يبقى احنا محتاجين تيار قيمته 1.47 او 8 امبير علشان يفضل السلك طافي ما يقعش ورا، يبقى فلوتنج في الجو. طبعا لو زاد التيار يبقى الفرس يشد لفوق، يتقوس لفوق. لو قل يبقى ممكن يقع، يعني مفيش حاجه ماسكاه ينزل، ان الفرس هتبقى اكبر. ولو مفترض الفرس اكبر المفروض توديه لفوق. Section of fire shown in figure carries a current equal to 1.8 ampere from A to B. Well, the segment is in a region that has a magnetic field whose value is 1.2 tesla k اتجاه Z. Find the total force on the wire and show that the total force is the same as if the wire were in the form of a straight wire directly from A to B and carrying the same current. يعني نفس الشيء لو كان ال L كده، يعني سواء كده او كده يديني نفس القوة. طبعا نفس القوة لاني هو ال L بيتحلل. خلينا نقول القانون لحساب الفورس ايه. ال F بتساوي I في L كروس ال B. ال I ماجنتيود وال L وال B فيكتورز والكروس برودكت يديني فيكتور. طيب ال I 1.8، ال L في اتجاه ال I واتجاه ال J 3 سنتي يعني 0.03 I زائد 0.04 J كروس ال B قال لنا 1.2 K. طيب يساوي 1.8، وبعدين نقول I في K يديني ايه. نفتكر كده I J K، I في J يديني K. طيب K في I يديني J، لكن I في K ماشي بالعكس يديني minus J. يبقى minus 0.03 ضرب 1.2 G، وبعدين 0.04 G في K يديني بلس I، بلس 0.04 في 1.2 احنا قلنا G في K يديني I، يساوي نخلص ال I الأول 0.04 0.04 ضرب 1.2 ضرب 1.8 يديني 0.0864 I، بعدين ماينس نضرب دول في بعض 1.8 0.03 1.2 0.0648 G. طب يبقى الفورس از ماجنتيود بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي ل F X تربيع زائد F Y يساوي ده تربيع زائد ده تربيع، نربع طبعا الإشارة بتروح 0.011 أو 1.2 نيوتن. ده ماجنتيود. لو احنا بنتكلم على فيكتور في شوية في اتجاه الاي وشوية في اتجاه الكي، كنا ممكن نعملها يعني نقول ايه، نحسب ده بروح وده بروح. هنا التيار ماشي كده، التيار ماشي كده، فلو ماشي مع التيار او التيار كده
والبيل بره، يبقى الفورس لتحت، يبقى ادي الاف في اتجاه الجي اللي هي دي. ولو احنا ماشيين كده ورايحين في اتجاه الفيلد يبقى الفورس كده، يبقى دي الفورس في اتجاه الاي، وده يثبت لنا ان احنا عملناه صح، ده موجب وده سالب. نحسب ده ونحسب ده، طبعا كل واحد عباره عن الطول الاي في الطول في البي، نفس اللي احنا حسبناه بالظبط. كنا ممكن حسبنا ده في اتجاه الاي وده في اتجاه الجي وجبنا نفس الطريقه باستخدام طبعا رايت هاند رول. هو بيقول ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بيقول لو كان عندنا ال بالمنظر ده، ده ال التيار ماشي كده، كنت هقول ايه؟ كنت هقول في الحالة الثانية كنت هقول ان الاف بتساوي نفس الشيء اي في ال في البي. طب كنت هقول 1.8 وكنت اروح محلل بقى الاي، هقول كده الطول ده، ده 3 مع 4 يبقى 5 سنتي. هقول 5 سنتي اللي هي 0.05 احللها كده يبقى في أرض افق يعني 3 على 5 اي، وبعدين في اتجاه الرأس 0.05 واحللها رأس 4 على 5 4 على 5 جي، وبعدين كروس البي اللي هو 1.2 كي. هل في اي فرق؟ الحته دي تديني 0.03 اللي هي دي، ودي هتديني 0.04 ان ده هيروح مع ده بقى 0.04 اللي هي دي. ففي الاخر ده هيتحول نفس القوس، وده نفسه وده نفسه، فاقول سين. A 10 سنتيمتر long straight wire is parallel to the x-axis and carries a current of 2 ampere in the positive x-direction. The force on this wire due to the presence of magnetic field B مش معروف، is الB مش معروف ولكن الفورس معروف. If the wire is rotated so that it is parallel with the y-axis with the current in the positive y-direction، الفرصة هتتغير للقيمة دي. Determine the magnetic field B. يعني شكلين كده هنطبق الفرص، معادلة الفرص مرتين، هو الفرص بيساوي ال I في ال L كروس ال B. في الحالة الأولى مديني الفرص 3 J 3 نيوتن جي و 2 نيوتن كي بيساوي الاي قل ب 2 اي جي كي، ال ال في اتجاه البوزيتيف اكس اكسس وطوله 10 سنتي، وادي البي اكس مجهوله البي واي والبيزي. هقدر اجيب معادلتين، هقول اذا 3 بتساوي ماينس، طبعا هنا ماينس، فماينس 0.1 بي زد ناقص صفر، ده هيديني البي زد، والاتنين تساوي طبعا هنا في اتنين الاول مكتوبة اللي هي الاي وبعدين كده 0.1 في زد، هنا نفس الشيء اتنين بس مفيش ماينس لان ده بلس 0.1 بي واي ناقص صفر، ده يديني البي واي. كده اقدر اقول البي زد يساوي 3 على 2 1.5 يبقى ماينس 15 تسلا، وهنا البي واي 2 على 2 فيها الواحد على 0.1 فيها 10 تسلا. فضل لنا البي اكس ممكن نجيبه من الحالة الثانية اللي هي ماينس 3 جي ماينس 2 كي يساوي برضو 2 واي جي كي، عندنا الاكس في اتجاه الواي
بوينت 1 هنا وده صفر وده صفر، وبرضو نفس الشيء بي اكس بي واي بي زي. احنا محتاجين الجي مش هيديني حاجة، الكي بقى اللي هو اللي هيديني، هقول ماينس 2 يساوي 2 صفر ماينس بوينت 1 بي اكس، كده يديني البي اكس اللي هو ماينس ماينس مع ماينس واتنين واحد، يبقى كده 10. تسلم. اذا البي هيساوي في اتجاه الاي 10، في اتجاه الجي 10، في اتجاه الكي 15. تسلم. A proton moves in 65 cm radius circular orbit that is perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude 0.75 Tesla. What is the orbital period of the motion? What is the speed of the proton? What is the kinetic energy of the proton? احنا عارفين ان المعادلة اللي تحكم دوران البروتون في السيركولار باث M في ال V على الكيو في البي. هو مدين الار 0.65 وماس البروتون معروف، الفي مجهولة، كيو البروتون معروفة، والبي قال لي 0.75. كده اقدر اجيب الفي 0.65 1.6 10 to the power minus 19 0.75، كل ده تقسيم 1.67 في 10 أس ناقص 27، فال V هتساوي 4.67 × 10^6 متر بير سكند. What is the speed؟ يبقى ده البي. الاي طالما عندنا البي اقدر اجيب البيريود اللي هو 2 باي ار على الفي، المحيط على السرعة، الار 0.65 والفي 4.67 × 10^6، فهقسم 1.3 باي على الأنسر، فطلعت التي 8.4 × 10^9 سكند، يعني 7.8.4 نانو سكند. البارس وده ده كيناتيك انرجي، معروف ان الكيناتيك انرجي نص ام في تربيع. الماس للبروتون 1.67 × 10^27، والفي حسبناها نص في 1.67 × 10^27، 4.67 × 10^6 تربيع، فاداني 1.82 × 10^12 جول. A small circular coil consisting of 20 turns of wire lies in a region with a uniform magnetic field whose magnitude 0.5 Tesla. The arrangement is such that the normal to the plane of the coil makes an angle 60 degree
with the direction of the magnetic field. يبقى بين ال B نقول مثلا ال A كده، ادي العمودي عليه ال A وال B اهو، وبينهم زاوية 60 درجة. بيقول the radius of the coil is 4 سنتيمتر and the wire carries a current of 3 أمبير. يبقى في عندنا current اهو I 4 أمبير، ونص القطر ده R ب 4 سنتيمتر. دي كل المعلومات اللي عندنا. طالب مني what is the magnitude of the magnetic moment، يعني عايز الميو اللي هي بتساوي ال N I كميات سكيلر في ال A. يبقى 20، طبعا دول كتير، 20 ترنز في الاي اللي هي 3 امبير، في الاي اللي هي باي ار سكوير، الار ب 4 سنتي يعني 4 على 100. يطلع لو احنا فرضينه في اتجاه مثلا الاكس يبقى الاكس، يبقى 60 في باي في 0.04 تربيع. وطالب الماجنتيود هقول بس كده 0.3 O2، وحدته ايه؟ ده ملوش وحدة، امبير متر تربيع. البي بيقول لي what is the magnitude of the torque exerted on the coil. الماجنتيود، ماجنتيود قلنا بتاع التورك، يبقى التورك بيساوي كقيمة بقى هيساوي، هو المفروض بيساوي ايه؟ الميو كروس البي، وبالتالي نحوله لماجنتيود يكون ميو بي ساين ثيتا. ده 0.302. البي قال لي 0.5 والزاوية 60، يساوي اضرب ده في نص في ساين 60، طلع 0.131 التورك وحدته نيوتن دوت متر. خلصنا ال A وال B. ال C بيقول لي عايز find the potential energy of the coil. potential energy U بيساوي minus الميو دوت ال B. هو كده كده بيطلع قيمة، يبقى minus الميو 0.302، البي 0.50، وساين لا كوساين بقى عشان ده دوت دوت برودكت، يبقى كوساين 60، وبالتالي هيساوي ماينس 0.302 نص وكوساين 60 اللي هو ماينس 0.07 × 8 وحدته جول. يبقى الميو ان في اي في اي واتجاهه عمودي على الاريا، ملناش دعوه لان هو طالب الماجنتود، مش عارفين اتجاهها ايه ولا عايزين نعرفه. الميو كروس البي يتحول، الكروس يتحول لساين، وطالب الماجنتود. طالب البوتنشال انرجي هو اصلا ماجنتود ماينس الميو دوت، والدوت بيتحول لكوساين. What is the maximum torque on 400 turn del N circular coil of radius يبقى ال R that carries current مديني ال I and is in a region with uniform magnetic field مديني ال B. هو عايز التورك، أو نحسب المومنت اللي هو هيساوي ال N، عندنا N وادي الاي وادي الاي از ا فيكتور.
ال N بتاعتنا 400، ال I 0.0 هو 1 ملي، 0.16 يعني قسم على 1000، والاريا باي في الار تربيع يعني 0.0 قسم على 100 كده 7.5 تربيع، يساوي 400 في 0.016 او تقول 1.6 في 10 سالب 3 في باي. نفس الشيء هنا ممكن تقول 0.75 10 أس سالب 2 الكل تربيع، او 0.075 كل تربيع. طلع 1.1310 سالب 4 امبير متر تربيع. احنا عايزين التورك، التورك بيساوي الميو كروس البي. هو بيقول عايز الماكسيموم، الماكسيموم يعني زي بينهم تكون 90 درجة، فيبقى 1.1310 سالب 4 ضرب 2.5 ساين 90 درجة. ليه خد 90 درجة؟ عشان تبقى بواحد، عشان يبقى الماكسيمم. هضرب ده في ربع، فيبقى الماكسيمم تورك 2.83 × 10 سالب 5 وحدة تورك نيوتن بير متر. A current carrying wire is in the shape of a square of edge length 6 cm. The square lies in the z equals 0 plane. يعني في الاكس واي بلين اللي الزد فيه بصفر. The wire carrying a current of 2.5 ampere. What is the magnitude of the torque on the wire if it is in a region with a uniform magnetic field of magnitude 0.3 تسلا؟ لا، هو 0.3 تسلا مره في اتجاه البوزيتيف زد دايركشن ومره في البوزيتيف اكس دايركشن. هو عايز التورك، يعني الاول نجيب المومنت اللي هو الان اي في اي. الان بواحد، ما قاليش ان في تيرنز. الاي 2.5، الاريا 0.06 تربيع، يطلع حاجة بالامبير متر سكوير. 2.5 في 0.06 تربيع، 9 × 10 أس سالب 3. عايزين نجيب التورك، هنقول الميو كروس البي. الميو هنا في اتجاه، هو في اتجاه الزد بلين، فعمودي الزد بصفر، يعني الاريا كلها في اتجاه الاكس واي، وبالتالي العمودي عليها في اتجاه الكي. 9 × 10 أس سالب 3 كي كروس في اتجاه الزد دايركشن البي 0.3 كي. ده البارت A وادي البارت B، برضو ميو كروس البي. تعالوا نطبق هنا، كيف كي بيتحول لساين، وساين الزيرو بزيرو، وبالتالي الجواب كله زيرو. هنا 9 × 10 سالب 3 كي كروس، قال لي بلس اكس يعني 0.3 اي. هضربهم في بعض، يعني اضرب في 0.3، يطلع الجواب 2.7 × 10 أس سالب 3. الكيف اي زي ما احنا عارفين كده، ادي الاي جي كي كده بوزيتيف، احنا بنضرب كي في اي فيطلع بلس جي، نحط جي يبقى ده الجواب بتاعنا. What are the direction of the magnetic forces on the point charges shown below؟ شكلين. في الشكل الأول عندنا V في اتجاه horizontal، وفي عندنا B. الشكل ده معناه out of page،
وبيسألني على اتجاه الفورس. الفي احط صابعي مع الفي اروح في اتجاه البي، البي بره الصفحة، معنى كده يبقى لتحت، فنقول داونورد. لو كان البي جوه الصفحة كنا عملنا كده ودخلنا جوه الصفحة، كان طلع لفوق في اتجاه الابورد لو كان جوه الصفحة، لكن ده بره الصفحة فيبقى لازم اطلع بره الصفحة، يبقى معنى كده داون وورد. فداون وورد لو اعتبرنا ده الاكس، لو اعتبرنا داون وورد هقول ده اكس واقول ده واي، واقول اللي بره الصفحة دي يا اما اكتب داون وورد طالما هو مش حاطط اي ابعاد اي متجهات للمحاور، او اور اقول نيجاتيف واي اكسس طبقا للي انا حاطه ده. هنا برضو مش حاطط محاور، فادي الفي موفينج بارتكل. لو كانت بوزيتيف موفينج بارتكل كنت مشيت معاها ورحت للبي مرة تاني، البي اللي فوق اهو، اروح للبي كان طلع بره الصفحة اوت اوف بيج. ده الكلام ده لو بوزيتيف، لكن هي نيجاتيف اعكس الاشارة، يبقى لو كانت بوزيتيف كانت اوت اوف بيج اللي هو ده، لكن انتو بيج. مرة تاني ادي الفي هروح للبي، انا اشتغل كانها بوزيتيف يبقى كده اوت اوف بيج، نتيجة ان هي نيجاتيف يبقى انتو بيج.